ربنا يكفيك شر حاجتين. الأولى إنك تلعب في الدفاتر بتاعتك عشان تهرب من الضرائب. يكفيك الشر يا أخي. آه والله العظيم، عشان مفيش حد هيرحمك ولا حد هيسمي عليك. ما هو اللي يعمل كده يبقى غشاش، والغشاش حرامي. الحاجة التانية، يكفيك شر لما التموين تقرر تعمل الحملة على الغشاش وعلى اللي ما يسمعش الكلام. أقولك، هو مش الوزارة أعلنت عيانا بيانا بدء الأوكازيون؟ حلو، وقالوا الأوكازيون بيبقى من فترة كذا لفترة كذا، صح؟ صح. إذن المحلات المفروض أنها بتعمل إيه؟ تبدأ تحط الخصومات على الأسعار بتاعتها، ماشي. يجي المحل الفلاني يتزاكى فيعمل إيه؟ يروح جاي مثلا هنفترض الجاكيت ده بعشرة جنيه، فقال لك هعمل عليه خصم 20%، يبقى بكام؟ بتمانية جنيه. المحل الغشاش يعمل ايه؟ يروح كاتب على الجاكيت 15، 14، 13، حلو كده، 12، فيبقى ولا خليه 13، فيبقى يروح عامل ايه بقى؟ يروح يقول لك ده الجاكيت ده، هو بيشيل بقى التيكت القديمه ابو 10، ويروح حاطط لك تيكت انه كان ب 13 وبعد الخصم فنزل 2 جنيه و60 قرش، فيبقى خد 10 جنيه و40 قرش حتى بدل 10 جنيه. عمليا ما عملش اوكازيون، عمليا غشاش، عمليا حرامي. دي مخالفة وما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار. طيب يجي يقول لك طب وهو ازاي الوزارة هتعرف مثلا، زائد جهاز حماية المستهلك هنا بقى لما انت تبلغ، هيعرف منين الجاكيت ده كان بكام؟ لان انا هروح جايب السجلات الاصلية بتاعت المحل. تعالالي افتح بقى الورق نفحص، ده كان بعشرة، ايه بقى حكايه 13 اللي انت حطيت عليه دي يا حيلو؟ عرفت ليه في اهميه الى انه لما تلاقي حد بيغش وبيتلاعب تبلغ؟ عشان حقك يجي لك يا مولانا. طيب خلونا نشوف الاول الحملات بتاعه وزاره التموين اللي حاصله دلوقتي بعد خلال فتره الاوكازيون، وامور اخرى اراها مهمه جدا قوي برضو. خلونا ناخد معانا على التليفون استاذ احمد ابو الفضل، مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه على الانشطه السلعيه والمعاملات التجاريه. اهلا 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 يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم وجميع الساده المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير. وكل سنه وحضرتك طيب دايما. قول لي يا استاذ احمد، هي الحملات دي الهدف منها ايه؟ وبتظبط ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ طب هو الهدف من الحملات اساسا هي حمايه المستهلك وحمايه جموع المواطنين وخاصه محدود الدخل، ده نمره واحد. ماشي. الحاجه الثانيه بالنسبه للساده التجار، وانا من خلال برنامج حضرتك المحترم انا بحب اشيد بالدور المتنامي للساده التجار او معظم الساده التجار عشان نكون واضحين. حلو. يبقى في شفافيه في الكلام، لان معظم الساده التجار يا فندم داخلين في التنميه المستدامه بطريقه جميله جدا، بل بالعكس ده هم كمان عنصر اساسي في التنميه المستدامه. كلام جميل. ولكن تحت كلمه ولكن دي بعض الخطوط، في بعض المغامرين والمقامرين اللي احيانا بيخرجوا عن الاطار الصحيح لمفهوم التجاره. هم دول اللي بيتم التعامل معاهم بمنتهى الحسم والجديه ودون هواده. المغامرين المقامرين دول اللي هم دخلاء، بس بيعملوا ايه؟ منها على سبيل المثال يا فندم المجال اللي احنا بنتكلم بصدد دلوقتي الكازينو الصيفي. في بعض الساده التجار ما بيطلعش فاتوره ضريبيه للساده المستهلكين، وده خطا قانوني فادح. ليه خطا قانوني فادح؟ اول حاجه هو بيهدر حق المواطن في المطالبه بحقوقه عما اذا كانت هذه السلعه معيبه او لا. كويس. الحاجه الثانيه احنا بنتاكد من دخول هذا التاجر ضمن المنظومه الاقتصاديه الرسميه، اللي هو بيدفع بصرار ثمن ضرائب اللي هي بتروح في الاول وفي الاخر للمواطن على الساده المواطنين. طبعا طبعا في مجالات عديده طبعا حضرتك ادرى مني بيها. لا العفو يا فندم. اما بعض الساده التجار اللي مش داخلين في المنظومه الاقتصاديه الرسميه،
الدولة بتحاول جاهدة دخولهم بشتى الطرق وبكل المميزات اللي ممكن يحصل عليها التاجر اللي هو داخل في المنظمة الرسمية. كويس. طيب هل لازال في البعض بيعمل اللي أنا كنت بقوله في بداية الخبر، يشيل السعر القديم ويحط سعر أغلى ويكتب أنه بعد الخصم بقى كذا، مع أنه أصلا السعر كان قليل وهو معلي سعر في تيكت جديد أو في علامة سعرية جديدة علشان ما يتأثرش هو بموضوع الأوكازيون ده ويعظم من مكاسبه قدر الإمكان؟ هو أنا بصراحة مش لاقي كلام أقوله بعد اللي حضرتك قلته، لأن سيادتك أفضت في هذا الكلام بطريقة جميلة جدا. يا فندم ربنا يخليك. الله يخليك، وأوضحت للسادة المشاهدين بعض الألعاب اللي ممكن بعض السادة التجار ممكن يعملوها، ومن على سبيل المثال الجزئية اللي حضرتك ذكرتها. لكن أنا بحب أطمن السادة المشاهدين من خلال برنامج حضرتك المحترم إن السادة المفتشين سواء في ديوان عام وزارة التموين أو جميع المديريات التابعة لوزارة التموين لديهم من الخبرة التامة إن هم يقدروا يكتشفوا هذه الألعاب بمنتهى السهولة. منها على سبيل المثال ان هو بيطالب ببنات البيع من شهر سابق. الهدف من الحته دي جزئين يا فندم. اول جزء ان في بعض الاقوال المتناثره عند بعض جمهور المستهلكين ان بيقولوا لا، ده بعض الساده التجار بيحطوا بضاعه شايطه في خلال فتره الاوكازيون وبيسحبوا البضاعه اللي كانت موجوده قبل فتره الاوكازيون. لا، انا بحب اطمن الساده المستهلكين بالجزئيه دي بالذات، يعني لا، الوزاره ديوان عام الوزاره وجميع المديريات بتقف على قدم المساواه في هذه الجزئية بالنسبة للسادة المستهلكين والسادة التجار. فأحب أطمنهم انزل واشتري، لو لقيت في أي قطعة فيها عيب لا اتصل بينا واحنا تحت أمر. حلو. الجزئية الثانية هي التأكد من النسبة المحطوطة عند السادة التجار، هل هي نسبة حقيقية ولا نسبة وهمية؟ ده من خلال اللي حضرتك ذكرته في بداية البرنامج، ان لا احنا بنشوف الفواتير الشراء اللي هو اشترى بها البضاعة أساسا وبنشوف كانت نسبة الربح اللي قد إيه قبل فترة الأوكازيون ودلوقتي نسبة الربح وهامش الربح بتاعه قد إيه دلوقتي. من خلال مقارنات بسيطة جدا السادة المفتشين بيعملوها بيقدروا يكتشفوا أما إذا كانت هذه النسبة حقيقية أو وهمية. وأنا بحب بس أهيب بالسادة التجار أنهم لا يغامروا بالتلاعب في هذه النسبة، لأن العقوبة عقوبة مشددة جدا بتصل أحيانا لعقوبات مالية عالية وباهظة على السادة التجار، وهم برضو أصبحوا على وعي تام بهذه العقوبات. طيب أنا كمواطن عادي خالص ماشي أنا وعيالي ورايحين نشتري شوية هدوم يمكن تنفعهم في المدرسة تنفعهم في الجامعة كلام من ده، أنا راجل هقف قدام المحل هلاقي السعر مكتوب عليه والله دي كانت بمية وبقت بتمانين، هعرف منين إذا كان التاجر ده غير السعر وبيشتغل عليا ولا لأ؟ طيب هو في حاجة مهمة جدا إحنا رصدناها من خلال وجودنا في الأسواق سواء الأوكازيون دوت أو الأبلي أو الأبلي أو خلال السنوات الماضية. لاحظنا حاجة مهمة جدا أن معظم السادة المستهلكين بقى لديهم وعي تام بحقوقهم ولديهم وعي تام قبل ما يشتروا أي حاجة. يعني قبل الأوكازيون على سبيل المثال بينزلوا برضه يلفوا ويشوفوا المحلات إيه الأصناف اللي هم عايزينها؟ إيه الأسعار اللي موجودة على واجهة المحل أو داخل المحل قبل فترة الأوكازيون؟ أيوه. وبيقدروا يقارنوا. ده بالنسبة للمواطن العادي. لكن بالنسبه للساده المفتشين لا، سهله جدا ان هم يقدروا يكتشفوا اي تلاعب في هذه النسبه، لانه عنده الحق القانوني انه يخش ويقول له طلع الدفاتر وريني ايصالات البيع وايصالات الشراء وما الى ذلك. بالظبط يا فندم زي ما حضرتك ذكرت كده. طيب ده كلام برضو محترم جدا. عندي برضو سؤال، هل انه ده برضو ممكن يبقى معني بيه مثلا تجار اجهزه كهربائيه، تجار اجهزه محمول الى اخره؟ أنا أشكرك يا فندم على الجزئية ديت، لأن الأوكازيون عموما بيتيح لجميع الأنشطة التجارية إنها تدخل فيه. يعني في أجهزة كهربائية، في أدوات منزلية، طبعا يمكن السواد الأعظم من المحال المشاركة في الأوكازيون هي بالنسبة لمحلات المنسوجات والأقمشة والحاجات ديت. ولكن الأوكازيون بيتيح لجميع الأنشطة التجارية إنها تدخل فيه. ولكن الهدف طبعا هو تنشيط حركة التجارة الداخلية. أنت عارف حضرتك طبعا وكلنا عايشين في بعض التداعيات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على مستوى العالم كله، ومنها مصر باعتبارها جزء من هذا العالم. لكن الحكومة بتاعنا جاهدة في تخفيف وطأة هذه التداعيات خاصة على السادة محددي الدخل. طيب. ده الهدف برضو من الأوكازيون عشان برضو يبقى السادة، وبالتالي المفروض الناس تخفض أسعار. طب أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة. تحت أمرك. إذا افترضنا إنه في محل موزع وكيل إلى آخره مثلا بيشتغل في الموبايلات ولا التلفزيونات، وجايب الحاجة ومحطوطة عنده في المخزن بقالها مثلا 6-7 أشهر
وفوق جت الحرب وشويه شويه الاسعار زادت وما الى ذلك مفهوم، يروح مطلع الحاجة القديمة هنفترض مثلا جهاز ما ب 10,000 جنيه راح جاي هو بقى حاطط سعر عليه تاني، قال لك لا ده كل حاجة زادت 30% فعاوز يبيعه ب 13,000، تعملوا ايه معاهم دول؟ ما هو ده يا فندم في الحتة ديت احنا بنلجأ لفواتير الشير اللي هو اشتري بقى اساسا، وبنشوف هامش الربح بتاعه كان قد ايه قبل كده. طيب يبقى انا عايز ابلغ، انا نعم. يوسف ببلغ على الهوا اهو، اقول لسيادتك افندم وكلاء وموزعين بتوع محمول وتلفزيونات واجهزه كهربائيه واسماء كبيره وشركات ضخمه بيحطوا في المخازن بتاعت فروعهم وطلعوها بعد ما حصلت الازمه وبيبيعوها باغلى. تمام احنا انا بكلمك بجد، ده علم اليقين، يعني اللي انا بقوله ده يقينا حاصل، يقينا 100%. وانا بايد صوت لصوت حضرتك، فعلا احنا خلال وجودنا للسوق لقينا فعلا بعض الحاجات دي وتم التعامل معها بمنتهى الحسم، وهي حاليا امام وكيل النائب العام، اصبحت قضايا منظوره امام القضاء المصري. طب وهل رايتم من ضمن هذه الامور شركات خدمات محمول؟ بالفعل يا فندم. طيب انا كده ابقى مطمن، طالما حطيتوا ايدكوا على القصه دي لانه دي بتبقى شركات ضخمه، انا اتخضيت لما وصلت لي المعلومه اليقينيه وتقريبا يعني اللي هو كان ناقص بس اخش فرع الشركه افتش انا بنفسي، بس ماليش هذا الحق ولا هذه السلطه، الحاجه موجوده جوه وبتتباع باكتر من سعرها 30 و40%، مع انها محطوطه في المخزن بقالها 7 و8 اشهر. تمام يا فندم، والله العظيم. لا لا صادق طبعا، لان دي حاجات احنا حالات عمليه احنا لقيناها فعلا وتم التعامل معها مباشره يعني. طيب خير وبركه. اخيرا بقى، انا عارف ان يمكن ده ما يكونش جوه النطاق الاصيل لاداره سيادتك وصلاح، احنا انا سامع من بعض الزملاء انه الحصص التموينيه زادت الشهر ده ولكن بنفس ذات الكلفه التموينيه العاديه اللي على البطاقه، صحيح الحكايه دي؟ طب خلينا اكون صادق مع حضرتك، قولي. هو يمكن الجزئيه دي بالتحديد بعيده شويه عن مجال انا بشتغل فيه، عارف. ولكن في بعض الزملاء اكثر مني درايه في هذا المجال. اذا فلنلجا لهؤلاء الزملاء. انا بشكرك جدا استاذ احمد، الف 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 شكر على توضيحك لنا لبعض الامور، واشكرك ايضا على وضوحك وشفافيتك المطلقه، واحنا يعني بنسالك على بعض الامور اللي بتهمنا كلنا، وفي الاخر خالص هي بتهمنا عشان صالح هذا البلد وهذا المواطن، وزي ما حضرتك قلت الغلبان اولا. استاذ احمد ابو الفضل، مدير عام الاداره العامه لشؤون الرقابه على الانشطه السلعيه والمعاملات التجاريه.